بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس 20، ويكون الحديث فيها عن الهجرة. ودي إيمان وندمناها توشي حقيقة يهنياو هاي أنياو كفلنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام يهو التاريخ يمنا يبيت هاي أنيا كفل نومي هنا بزيك في الله سلا هجرة نايلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يهجرة هيدت ودا زرزر تاريكات جو كما قبات يوفيت هجرة لا يالو عند النقروش لما يتنم نموكر النبي عليه الصلاة والسلام إنا ليلو الصحابة وتشاتشو هجرة بمدرجاتشو يمن وسداتشو كم نقروش إنا تمهرتو تشعلو من يوم مؤمن شجر يعني تنكات بدل كبزابت يهن عند عمارات أدرجو موسد يميت لبت هيدا سلالة لازم تمرتين عندي هنو دعوة ونمكتل إني كل مالتنا لما جمعوا كلت فائدة وشوي يمكن من وصلوكم من أجر مكاك كل عنده من دنو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من بين قومه حتى هموا بقتله منعا له من الدعوة إلى الحق كما أوصلوا إليه ما لا يحتمله من الأذى غيره. وفي هذا عبرة لمن دعا إلى دينه ودع الله سبحانه وتعالى دين لم يتعرسه عند تلك تمرت على النبي عليه الصلاة والسلام هزبو تشاتشون بيتسبو تشاتشون أقرات شون تلو لموتات بك اللارو أن نبرا ميوسنو طبعا دي قلوا أتشوك تسمى موبوهانا ودع حق دعوة مدرق لما كلكل يتنسى لما كلكل سيبال اللي قال له اتشو سلا سبو سلا وسنو يمان ما يقعقع ما ونسك عينا تشقر سلا درسوا باتشونه ودزيه الثاني يامر رسول عليه الصلاة والسلام سلايم ودى نبي عليه الصلاة والسلام دين بتقل ودى سلمنا تقرر لما يدرك سو تلك تمرت على دعوة بما درقه بزو تشقر يقت مهال يمي قت مهو الثاني اقر لك اسكت وتعالي ادرسي تلال ولتنيو أن أصحابه رضي الله عنهم هاجروا قبله إلى الحبشة والمدينة عندما ضعفوا عن احتمال الأذى مع البقاء على الدعوة إلى دينهم بمكة. كنبي عليه الصلاة والسلام بفيت صحابه وده حبشة ميهون وده مدينة تسدون ببرة متشي دعوة يتدرق وده دينات شو دعوة يدرقوا هيمانوتات شو تكباروا يدرقوا يالو بزو أينت أذا سل درس باتشوا يانن مقاوم سيسانة تشوا الناس ياكتاتشوا أجر لك قوت طبعا يكرر روتي توصلوا سوتش ناتشوا زمد وجني على تشوا هاي هاي نبراتشوا وكنا على تشوا فقد بقي بها معه لمحبته إياه يتوصل ندمه نبي صلى الله عليه وسلم سل وددوا كساتشوا العالم اللي يتوصلوا ويكرروا له وقوته على الجهاد يمتاقل هاي لالن مقوقوا من شلالن يالو تمكر توال وإقامة الحجة على أهل الفساد سون ما تفو سوت لا تفوت بعض فيوت لاي ما سرجع لما قوم ما سرجع نقلس أرقول النسو بقدم يهون بود لما برارات يمتشزن يهل لما دركي قرر سوش نبرو والدفاع عن أهل الحق ومن المستضعفين وغيرهم يبالا مبتوتشن مبتلا ما سكبر دكا موتشن لمكة لكلا دكا موتش بدكا موتش لا ميسا نزرون شر لما مكت يكرم نبرو فمن كان هكذا الأولى به أن لا ينتقل من بين الظلمة ما صبر على أذاهم يهم يا سيم من دنو كذي من نردو يهم مكوكوام يميتل دعوهن شفانا قينتو يتنكسا كسا مرامر يميتل سو يا ظلم يا بزابت اجر طلومه كم يهدي لك الزامك ويتنا ندلبت يا سردانا سوستنيا ان الايمان الصحيح بالله وكتابه ورسوله تكلنيا ايمان بأ الله بملكتنيا ونا بمصاف تماما اذا دخل القلوب واشربته النفس عن علم وفهم
تككلن يا إيمان لبوس سرسو كجبا نفسم بمجنزبنا بمردات لا يتمسرت جنزابي نوروت بتككل كاوك أو يهن نجر لابد أن يؤتي أكله وثمراته فريون وطيتون ما سايتو يقدنا قلت سراي سرال تقليك كاهدال بجنزب بنبرت بهيوت مالنا أردتني من نوصله فائدة أنهم فارقوا قومهم مفضلين ما بلغهم عن الله عز وجل ورسوله نزي صحابوك بيتسب الناقرات شون تلو سيواتو دعوان يمتات شون ملكت أسبلت أو لذات اللقم مستتونا ومؤثرين الحق مع ما فيه ومؤثرين الحق على ما فيه من مرارة على أعز شيء لديهم من مال وولد وأهل وعشيرة ووطن كجنزبات شو يعني يلك الناس زندوا دي نبروا جنزبات شو لجوت شو بيتسب زمد وجن أجرت لو يهدت حق الماز بحالا بيتعفت أم جمراي مرال مجمراي كبدال تقستي تأيك علينا كزيهم قا يعني أتاتمو يعني طلو يهدوتن هزن تقواكمو ودونت لما لسو تلوان حقك قبع اندينو ليلو أنه لم يمنعهم من الهجرة لدواعيها قلة المال ولا تعللوا بالعيال ولا حبة وما نشأوا عليه من الدعة والمكاسب التي كانوا ينالونها بمكة بأهون الأسباب لهجرة هجرة اندي كروم يادرقا تشوبزون اقر نبار السنقين التاوتم يلا السبوت التاوتم مالتين قنزب مانس البقرات تشوم لجوتشي ودا جوتشي انت ايين دي تهيدا اللي ميلون مكنيات علامتهم يدقبتنا ينوربتن يدلوتنا يمتشوت عالم انديت ايهيدا اللي علالهم بكاللالو قنزب ياقين ينبار لمن لمن دنو يهو اللي على التلالاتهم لعلمهم أن كل هذا بل وجميع متع الدنيا لا يزاوي لا يوازي ما عده الله لهم على هجرتهم إليه يهي هنا يدقسنو أين هوتنا دنيا اندالة تسبسبو كم يسددو بات علامة أنصار قاسي الناس أصر وهم كم يسددو بات علامة قاسي الناس أصره من ما يمتعطنو كما فهم أن من ترك شيئا عوض خيرا منه دنيا وأخرى كما حصل وصدقه الواقع يوسرتم عندك تلك تمرتال لا الله بلو عند النقر يتوسو يتشال عندما يتكاو عندما يكيرو يقالو برقت ما قينتوان سدستنيا أنهم لم يرضوا بالذلة والخضوع تحت من لا يدين بدينهم هاي ما نتاتشون لما يكتل سو بمواردنا لسو بمتنانس منورنا الفلقهم حتى يحصلوا على قوة عدوهم أو قريبا منهم تاركين ما يملكون وراء ظهورهم من غير أسلحة تذكر كتلات الشوقات مساسا هاي القلبات ديقنيو بيانس بايمة تنمية توسن راسا الشون ما دانت تتون كان هايمانو تاتشون بنس أن نتمكنا ونسكي تلو درس تلوتوا أقرا الشون من المسارة أن نبرا الشون معتمدين على الله بأ الله لي تمكتون هنا درقت مع أخذهم بالأسباب التي استطاعوا ويستطيعونها يميشلون سبب يميشلون سبب على التراكم بزالين يتقوازون لمسالي تسلل الله تلات كسبلو سولكو ليعتقد شيء يشلان تنقول الله تلاقيون قروج ثم يقولون الهجرة ليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد نائم هجرة مالت عند سراتين لسرا بلو كأقروتو روك أقرهدو مسرات لمسرات من كساك اسمالتها للم والارتحال طالب قوت من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة ويم رزق فلاقي سو تقر كاللبت أقر تقر ودلي اللبت أقر هيدو من كساك اسمالتها للم هجرة سيبان إنها هجرة مالت إكراه رجل آمن في سربه بسلام أقروا يمين ورسو بيت وست يمين ورنسويه اندي وطع ما سقددنا ممتد الجذور في مكانه سرون سدو تمشاشتو أقروا لي مكمتون سلام هويسو
على إهدار مصالحه تقمنتتو جنزب مسوات النت كفله راس بتشا يزون دي وطا مجدد نو هجرة مالت وإشعاره وهو يصفي مركزه أجرون تلوسي وطا ميستو ميفتر بس ميت على تلات مياسا وكو ميستو information من دلنا ميلو بأنه مستباح منهوب نبرته بيته جنزبه يكمل يتوك أنا سيهد المسو قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها من مواصلنا يلو سدتين يانو هيوتو يهيوتو في السامي من قدون سيجمر ليون يترال محال لا يلقت مو يترال ليون عدقا ما ترشا يلا يلقت مو يترال يهن هلو تقواكم ممالف مثل مؤمن بتشانو أما الخوار القلق يمي فراء والنبيس أمنتي للو كهون الساء أي تلم أما الرجال الذي التقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في مكة نبي صلى الله عليه وسلم قاية تقنانيت وندوتش مع صحابه تككلن يوم من مرياك رسول صلى الله عليه وسلم يوسدوا حق النات قستن أدرى يتبابالوت باقي نيوت بتشاتشون ميهون يازت النبرتن ميزو تسدوتو هجرة مالتك ألا ندال هنا يا سايونا ودى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة النهيد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة عشرة من البعثة نبي النتن مارك كيازو كسرارتن يومت بهالا عامت لي لما السرد تقددو يا الله ان فقادي يطبقوا نبر سو كله سيهد كوتش بلا الله ان يطب يا الله من مره يطبقالو يقروت يتوسنوا سوچ ناتشو مهدي يالچالوت علي بن ابي طالب ابو بكر الصديق رضي الله عنهما ابو بكر رسولنا يسفقداچو نبر مهد فلغو رسول صلى الله عليه وسلم من يدث نبر لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا أتشكل عبرو يميد قدن يا الله عزك أجل لي هنا ليدث نبر أو بكرم رسول اندمي هونو تسفى يادر رقين ورنبرا طبعا سبسبا عدرقو يعني نوستاني كاستر ألفو بهلا الله من مريمتا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إلى أبي بكر ليبرم معه الهجرة ترارات صحي باللبت كبار ساعات لاي نبي صلى الله عليه وسلم ودع أبو بكر الصديق هيدو يا سدة سم منت لياس أدقتنا لسمامو عائشة رضي الله عنها ست تركن لن من تلالت بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحل الظهيرة ترارات صحي ببرت تابت كساعات كفتني كبار ساعات لا أبيت وسكت بلنيا لا قال قائل لأبي بكر كبير سباندو لا بكر من قاله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا يا الله ملك تنيا تكنان بوال كمو بر لا ينعشال في ساعة لم يكن يأتينا فيها كذي قدم متو ما أكبت ساعتنا يتلمر ساعت على الله لك بلالي سيمات أسوان دمان دنقطو كله كان لاي بعرب من الرأي كبادنا زاري مكيف متهدو لوتون انجي بفيت بتعم كبادنا بزاس أتمنى ساقس فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي الناتي الناباتي بيزا يهون الله تشونا والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر بزي ساعات يمتوت أساسا بيقدين ورنجي زنبلو عدن لمالا قالت الناتج عائشة مثل التي رضي الله عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل لما قبعت أسفكدو هكذا الأدب النبوي شريعتش يستمروا سنسراتين أسفكدو ما قبعت يفكر اللينيال تفكر اللات شوكب كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك ما أنه أنت زندي هل تنستي أو تعلي أسودت أتشو إنما أنتشو فقال أبو بكر إنما هم أهلك يا رسول الله بيتسبوتشون أتشو للا سيلا مالات لأبي أنت يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج كبيت سبابة الوجه مصمتي اللبت مستر نونا اندوات آتا فكروا اللينيال ما نفكروا الله سبحانه وتعالى ايو ما ننيا ونبي
فكار سايمت قالت كالله فكار ساقين كأن داقر وليلي لاقر في الصباين كساقس بتلي سدت لدعوة شقرين له يهين أقر طلوقين لما السدد ليلا أقر لما نور قال الله فكار من كساقس ايتنام مكنياتهم سرعوا من دنو عزاجو فلاجو قراجو ما نوزي الله عز وجل لنا باند سرع قداي كأند بوتا ودا عند بوتا لما الشقاقر يالك أفكار يسلق هل الله سبحانه وتعالى نبياته سيفك لله تشاين كساقسو نبي الله يونس عليه السلام يا الله هم فكعد والساني قنا سايت أبقو سليه دونو بأسا هدوست قبتو اندي قدو الله عز وجل يهد الرقات سلزي ماننن يو نبي كالا الله فكعد من كساك سايت تفكر اللينيانو فقال أبو بكر الصحبة يا بأبي أنت يا رسول الله عباتي بيزا يهون اللتنا يا الله ملك تنيهوي قدن يان هنا على التو أيريد أن أصحابك يرسو قدن يان هنا على التو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أو بهم قدن يان هنا يفلق هلو أو والد ثم أبر أبرم معه خطة الهجرة يهجرون أكهد ندف أسكمتوك أو بكرك ورجع إلى بيته ينتظر مجيء الليل عندي أسكمش درس بلو وده بيت تملسه. أما كفار قريش قريش وش من دنيا درقود فقد قضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرموها في دار الندوة بمكر بيتها تشوست بدبك يكادوتن ياركاكوتن اكد ويمين الدفوتن بروغرام لما اسفتسم بدبك النسوم ماهون من كساك استمر كيتن يوغو ساماني مرت انديت النادر جميلو وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء ينبي عليه الصلاة والسلام سنة فلق ينام فلق مهون ينلبتني هي عيشا كسجدوا بها لا يمشوا مراك في الله بقزيتين يالو ويخرج بعد نصف الليل إلى المسجد الحرام كذاك قماش ليلة بها لا مسجد الحرام واتو ليلة يسجدوا نبا ينو عاداتو يصلي فيه قيام الليل فأمر علي رضي الله عنه تلك الليلة أن يضطجع على فراشه بس ساتشو بوتا ساتشو يالو بتبوتا لا فراش لا ينديتين علي نقرت إن شاء الله يكفى بتأمر دقيني أنا قرأ عقد مهم قد يلم أني بوت على رفالة رسول عليه الصلاة والسلام ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر أرنقوني هنا عندك أبي عندنا تلامي تكمل بتألا عند برد لبس أرجو ميتينج لبسه بس تكنا البه تنجالت وأخبره أنه لا يصيبه مكروه يكفى تقول عندما يقد مون قرأت رسول عليه الصلاة والسلام الشبلو تنيا بوتا تشولاي اهون نبي عليه الصلاه والسلام خلاص تلو كبيتا تشوتو ابو بكر قاهدو بزاو لي انقساقسنو ليليت ويمكرون ويمكر الله على لم الله الناس زي قال لي لا قد ندفاس قمطال نبي عليه الصلاه والسلام كابو بكر قا اسقمطال هلتم يغازل فشلت قريش في خطتها فشلا ذريعا مع غايه التيقظ والتنبيه أو التنبه بنكات نقرون كمكتات لا تشوهم قاية يمجرشا نكات لا يالو يمجرشا كتت لا يالو اكدات شو اندهو منا كر ياد يندفت اكد ياسكمتت بروغرام منا هون كر انديت هنا ربي نبي عليه الصلاة والسلام بمهالات شو سنتكوتو تسلفوكم والكبو بيتون سيوتو نص الليل لا سيوتو بعند زي لي ماتوات نبي عليه الصلاة والسلام مهلات شون سنتكوتو وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم عندهم عشاوة زقنوا وانسو تنقلات هاتشولي بتنوت شاهت الوجوه يال وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه عينات شون دفتت من ملكة الشانم الله سبحانه وتعالى من ملكة هاي لعن السابات وهو يتلو يهن آية ينبب رسول عليه الصلاة والسلام ما هلا تشو سنتكوت وجعلنا من بين أيديهم سدا
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كفل لفيتاتشو كهالاتشوم قردوشن عاد الرقنا باتشو على الله شفناتشو مملكة ما يشالو فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه إلا وقد وضع على رأسه ترابا عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إيان دان نسولها عفر جمر وبت هيدو ومضى إلى بيت أبي بكر ولا أبو بكر بيت هيدو فخرج من خوخة في دار أبي بكر الليلة حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن يقول على موج أنا برجو بزا شلوك كبلو بللي توتو غار ثور هيدو النأزة تكمتو بيمن أكتاج أميقين ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب النبي عليه الصلاة والسلام برقت يتوق أونتانا مشركوش قريشوش في اللقاولاي كفتن يا طرت اندم يادر قو سلم ياكو يالي لله إلا تشون اندال اندم ياوردو اندم يبتنو سلم ياكو وأن الطريق الذي ستتجه إلى الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا مجمرة حساب في اللي في تاتشو لاي بلج إميلو حساب وين يمي تاياتشو قطتين يوان نو يمدينة من قدنو بس تسمين بكل بمكة بس تسمين أكتاتشا ميقن يو من قدنو مي تاياتشو سلزي سو ششتو بقزين دي قبا قطتين يوان من قدنو يزال يميلو چنك اللات نمي متاو لا يهون يتشل يميل حساب بحالا نمي متاو أهم بتالي بس اكتت لايناتو ونديت لايناتو سلزيم رسول صلى الله عليه وسلم تك آراني وناكتاتشا يازو لمن يوم بلو سلك الطريق الذي يضاده تماما مرو ومرو تكاراني هنون سمين انت تودبوب اقتاع جايزو وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن وليمن اقتاع جايزو سلك هذا الطريق نحو 5 أميال أمس ما يأكل هيدو حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور وهو جبل شامق تلك ترارانو تلك قواتين يالو ترارانو الزاوت علي درسو وعر الطريق من قالوا بدنا استقالي نوزع أهونم درس سويش لما لما قومنا تيرالو مزير سنة لهم طبعا كدين قام نم قلنا نتي لهم بزوج شو لما زير يود قلنا ترى رلا يود قالوا بهليكوبتر نو يمتو يا سعودي استرال روش وين من قست جزاهم الله خير ريسهم يا نسوت وين يودك يتقدر كلام يا نسوت من قالوا بدنا فتان ينو ترى رانو بدنا استقالي من قدنو يوتبت صعب المرتقى موت أعطاوي كبدال ذو أحجار كثيرة بركاتا دنقا يتعلبتنا فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم أقرأت شباده هنا من قدو كبادنا هنا فحمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل أبو بكر تسكمت هنا ترار علي الرسول وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور غار ثور ميبال وتلاي ترى روج آف لاي إزواتون دمنم تمامو توت وكمنا في الغار 3 ليال الزوا الشوست سوسك انقويو ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد حاموس ما تاني وطوت جمعة نزا سلفو كنامين ناوت عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما متو النسو زن دي عدرة في يلوت بقوش نزو يمتع وتتعجون يالا بيست عجون أبا يبال اللي تتعلي من لسال information يزو الله شيء متعن أبا يهي رسول الله صحى رسول الله أبو بكر الصديق يالو بتوني تاسيهون ودى قريش السنمتع أما قريش فقد جن جنونها بتعام أبدو قريشوش حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرات يأكدوا تنكد لماس فتسن بوصنوا بتساعة لليت يوم هلهم تزقاشتو كمو هلهم نقرت هتناكو عملتوا رسول نوم شيطان نيطرات شايبال السيرا لين نمي تكسو من يطبق عجونا محمد يتعلم محمد يلم طلعات شايرا ندين دي أدرقوان شوف الله أندبتن زقا من ناقر الشالم تنددوا بشكوا تكأتلوا من يدرقوا فأول ما فعلوا
بهذا الصدد أنهم ضربوا علي يوسروا كم جمرة رمجة يهون نسو ستاتا بوتا ولا يالاو أنه متاتقا متوت علي إيه قدتت ودكعبة يزوت هيدو لتوسن اكزي أصروت information لا موتاتنا نياك أو نقري إلا نبي قلنته نبي عليه الصلاة والسلام منهم ينقروا زرزر نقري إلا وقررت قريش استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه رسول عليه الصلاة والسلام إنه بكر لما ياس مدرج يلبت النجر هلو مدرج يلبت وسن قريش فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة تحت المراقبة الشديدة يا مكة موجع من بالوك أدادا وتوتا ومنجر وتلاي هلو كفتنيا كتتن اللي تدرقبت وسنوا كما قررت إعطاء مكافأة كبيرة قدرها 100 ناقة متو جمل لمست أتوسنوا تلق سطوتا لمن ليان دانداتشو ود قريش بهوة أبو بكر النا نبي عليه الصلاة والسلام هلتون بهوة ميهون رساتشو نيسو لما تعصو ليان داندو متو جمل لمست ما استواك عودتو تناقروا مالت ما نميهون ما يزو شو بيتشان دي ما تعوسنو يهي لما قنيت ساسو متو جمل قال لا 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 بملايين ميكو تربرنا وبزيهم بعلنا بساعات يهي تلمد مهون اوك يا عبد الله أنت ستتصور بتها للباطل يربت بتها للسلام يا تعال بتشان كذا أنت لاقين يسو شل ما تسات على بلو إلى بعلم لا يتوقع على الفساد والجزين لزيارة قاله طبعا سراقة ابن مالك بتعمل لاقين يسو نبرنا قمته بزاك تعتمد درس باتو قصب له نشل كوي وطاو طبعا لك الزاسي درس أبو بكر الصديق بتقام تجعنا نقول رسول صلى الله عليه وسلم ان دايا تكاتشو يهوني نقر ان دايا درس باتشو بتقام قرا قبتوت وجهلا ودفيت إلى منم المسلاتكم رسول صلى الله عليه وسلم فرسون مريت يازو بترقى قامي اقرو فرسو اقر مريت لقبا دامنم قسقسو يزو سيهد تلك عبارين نسان كذا درس باكر رسول صلى الله عليه وسلم من ما يدر قلنا بايت الاوك با الله تبك اسر ان دالو اوك بك اتوني على ام الله سلام نبي عليه الصلاة والسلام ودفيت بساعته ينبرو تلالك بعد سلطانات وش نبرو يكسران زود تلبس الله حالوت ودفيت سراقابه على سلمنا زود ملبس تاله تملسا واشالي يالو مشركو تشوف اللي قاعد تشون قتلوا لسوس كانه يقيوت ابو بكر الصديق رضي الله عنه كما في البخاري من الى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار واشوست يالو رسول زند فرفعت راسي فاذا انا باقدام القوم كان ابي يساي مشركو تشن قرا تشون ايها له فقلت يا نبي الله لو ان بعضهم طأطأ بصره عندهم لو زك بلو مريت بي رانا يا ينبر يا ين علي رسول الله الكن يال تنك طبب بلوت قال اسكت يا ابا بكر اثنان الله ثالثهما ابو بكر زنبل علي بمولو ايمان بمولو ثقه زنبل ابو بكر هوي فلتنا نل الله سستنياچن نو يبانا نقر ميقت مني مسلحة لألنا وإذ قلي الله سبحانه وتعالى قرآن لاي يهن نقر تكسونا قنيا لن
إلا تنصروه فقد نصره الله. أن أنت بات ردوتم الله رداه على إذ أخرجه الذين كفروا أن زياك هاديان كأقروس يسوطت ملك تنيهن للال إذ هما في الغار إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين كهولت سوت هولت تنياهن وتباروس يوطاك أقرو إذ هما في الغار نزي هولتهم واشاوست إيالو إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أتزن الله كن يعانه قالوا فأنزل الله سكينته عليه رقاتهن الناس سلام من رقاقات بن ملك تنيا ولي الله ورده وأيده بجنود لم تروها بما تاواتشو سراويتوش الله رداتشو وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. يكهاديان انقال يبتاج يا الله انقال يبلا يدرق والله عزيز حكيم. قول العلماء والجنود التي يخذل بها الباطل يخذل بها الباطل وينصر بالحق ليست مقصورة على نوع معين من السلاح ولا صورة خارقة من الخوارق. الله تعالى تشني من ربت عفوا تعالى تشني من يوارد ربت يمياسف ربت من قد يتوسنا مساري الناس التي لهم ففلقوا ملكون. وما يعلم جنود ربك إلا هو النانو. يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وآله وسلم بزينة ملكو لسدة تدرقو مكان تلو سيواتو بتعمازنا ونبر يعني تي هزبوش بايبارو ينرو تييش عالهيدن بلو عالكسو لباتشو تسبرو نبر يوتوت وهكذا غير حق كميت الراسو عندان دي كددنا ثبتو يتكبر ابتن የናቱ ነገር ያባቱ ነገር ዘመዶቹ ወገኖቹ ያሉበትን ጥሎ ለአላህ ብለ ይሰደዳል አላህ ምጥሎ ይመስላቸዋል ፍጹም የመዲና ጉዞ እንዴት ነበር የሚለውን ደሞ በቀጣይ درسአችን እንመለከታለን هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم